منجهز لرمضان كل سنة إن شاء الله ربنا ينعاد علينا وعليكم الصحة والسلامة والإشي. وهي انت زي ما انت شايفين في الأحداث هذه يعني إن شاء الله ربنا يفرجها على الجميع ونعود نفتح وترجع الأمور زي ما كانت، بهجة رمضان ترجع بزينتها وبحلاوتها إن شاء الله. والله كل سنة الحمد لله يعني الزينة كل ما تزيد والناس رغبتها بتزيد أكتر، الإقبال بيزيد على الزينة لأنها بهجة رمضان بزينتها والأجواء يعني بتعطي الإضاءة كيف أقول لك روعة من تغيير جو بيعطي بهجة رمضان. السنة إن شاء الله إن تعدي هالأمور على خير، الناس كلها تكون سالمة إن شاء الله.